يا مساء الخير على احلى مشاهدين برنامج نجوم على الهوا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بس قبل ما نبدا في الموضوع خليني اعرف نفسي الاول. انا رضوى خالد، طالبه جامعيه. بصراحه كده اول مره، يعني اول حلقه ليا، فاول مره اقعد قدام كاميرا. فعايزه اعرفكم ان انا رضوى خالد، طالبه جامعيه. هنتكلم النهارده عن موضوع الانتماء. ليه اخترت موضوع الانتماء بالذات؟ انا اخترت موضوع الانتماء علشان مفيش حاجة في الدنيا مفيهاش انتماء. انتمائك لأهلك، انتمائك لباباك، انتمائك لمامتك، انتمائك لشغلك، انتمائك لدراستك، كل ده انتماء. انتمائك لنادي معين مثلا بتنتمي ليه، كل ده انتماء. خلينا نبدأ الأول في انتماء الوطن، وده طبعا أهم انتماء. انتماء الوطن ده أهم انتماء. انتماء الوطن ازاي تحب بلدك، ازاي تحب جيش بلدك، ازاي تبقى واثق في نفسك وانت بتحب وبتختار الحاجة اللي انت منتمي ليها. الانتماء مش كلمة بسيطة، الانتماء كبير قوي ومعانيه كتير جدا. خلونا نتكلم الاول على انتمائك لبيتك. انتمائك لبيتك مهم جدا. ازاي انتمي لبيتي؟ انتمي لبيتي وانتمي لاهلي وانتمي لاسرتي، واني ما يعني ما سيبهمش كده وخلاص، لا، انا ابقى مهتم بيهم وراعيهم واهتم بشغلي، اهتم بمديري، اهتم بكل زمايلي، ابقى واقف جنبهم اساعدهم، ابقى ليا انتمائي في شركتي اللي لا يمكن اخونها. كل دي انواع انتماء. كمان انتماء الوطني. طب ما انت لو مهتم ببيتك ومهتم بعيلتك اكيد هتهتم بوطنك وهتبقى منتمي ليه. الانتماء مش كلمة سهلة ولا بسيطة، الانتماء معانيه كتير جدا. عندنا مثلا انتمائك لشركتك اللي انت بتشتغل فيها، ده طبعا كلام مهم جدا. اللي انا ازاي ابقى منتمي لشركتي؟ يعني ايه اصلا ابقى منتمي لشركتي؟ منتمي لشركتي ان انا ما صرفش مثلا او ما اقولش كلام كتير جدا على شركتي وحش ممكن يضرها، لا طبعا، الانتماء كبير جدا. عندي مثلا الانتماء الوطني. الانتماء لوطن ده معناه كبير جدا. احنا لازم نهتم بجيشنا ولازم نهتم بشرطتنا، لازم يبقى عندنا ثقة في نفسنا وثقة كبيرة جدا. الانتماء مش كلمة بسيطة، الانتماء يعني معانيه صعبة وصعب اللي أي حد ممكن مثلا يتخيلها. عندي مثلا الطفل الصغير، أطفالنا وأولادنا احنا لازم نبقى واثقين فيهم، لازم نشجعهم يعني انتماء، لازم نديهم ثقة بنفسهم، نقول لهم انتمائك لبيتك يعني ايه، انتمائك لوطنك يعني ايه. الانتماء معانيه كتيرة جدا زي ما قلت في البداية. احنا لو اهتمينا بالانتماء واهتمينا باولادنا هنطلع اجيال كبيره جدا وواعيه قوي قوي قوي. خلونا مثلا نتجه بقى الاتجاه التاني. طب احنا مثلا لو اهملنا في الاتجاه ده اللي هو الانتماء، ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني تخيلوا كده معايا، يعني حضراتكم تخيلوا معايا كده، لو احنا مثلا اهملنا في كل ده ومبقاش فيه انتماء، مربيناش اولادنا والاجيال اللي طالعه، الاجيال المستقبليه اللي هيبقى ليها مستقبل كبير جدا واللي هتعلى واللي هترتقي بالوطن، اللي هيطلع منها الضابط واللي هيطلع منها الجيش اللي هيحموا بلدنا وهيقفوا جنبها وهيساعدوها وهيقووها وهيكبروها وهيحموها من العدو اللي دايما حاططنا في دماغه. تفتكروا لو احنا مثلا ما علمناش ولادنا يعني ايه انتماء، تفتكروا ان البلد ممكن تكمل؟ تفتكروا ان احنا ممكن نكمل، ممكن نبدأ ونعيش كده زي ما احنا؟ لا طبعا، كل ده هيقع. لو انت ما عندكش انتماء لوطنك هتقع، وهتوقع معاك كل البلد، هتقع معاك اجيال مستقبلية. ليه؟ طب ليه ما نهتمش بالانتماء؟ ليه ما نديش ثقة في اولادنا؟ نقول لهم لا، انت لازم تبقى منتمي لأهلك، لازم تبقى منتمي لبيتك، لازم تبقى منتمي لوطنك. طب ليه ما نعملش كده؟ ليه الاهالي بيبقوا اللي هم بيربوا خلاص، او الاب مثلا يجيب فلوس واللي هو خلاص، طب فين التربيه؟ اقعد جنب ابنك، اقعد جنب بنتك، علمهم يعني ايه يعني انتماء، يعني ايه يبقى عندك ثقه بالنفس، يعني ايه تبقى حافظ وفاهم وواعي ودارس تاريخ بلدك، يعني ايه كل ده، يعني ايه. احنا لازم نعرف اولادنا والاجيال اللي طالعه كويس يعني ايه انتماء، لان كل ده بيترتب عليه. انتمائك للشارع بتاعك، يعني ايه انتمائك للشارع بتاعك؟ طبعا انت اب او ام ما قعدتش جنب ابنك او جنب بنتك قلت لها يعني ايه انتمائك للشارع بتاعك، يعني ايه؟
يعني ايه تبقي بتحافظي على المحافظة بتاعتك او الشارع بتاعك؟ يعني ايه؟ يعني اللي انا مرميش فيهم مثلا زبالة، صح ولا مش صح؟ يعني ايه ما نعلمهمش النظافة؟ تبقى في حاجات بسيطة قوي، انتوا ممكن تكونوا شايفينها حاجات صغيرة بس انتوا لو دققتوا فيها هتلاقوها كبيرة جدا. يعني مثلا الاب يقعد جنب بنته يديها نصايح، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من مامتك، خلي بالك من اخواتك، او العكس يقعد مع ابنه خلي بالك من مامتك، خلي بالك من اخواتك، لو انا مش موجود في البيت انت مكاني، انت تقدر تسد، انت راجل، انت كل ده بتربي فيه وبتجعل فيه ثقة بالنفس كبيرة جدا، اللي هو يبقى واثق في نفسه، واثق في نفسه، ويعرف لو انت في غيابك يبقى موجود، يعرف يحافظ على اهل البيت. ما كل ده انتماء. انت لو ربيت البنت او الولد على كل ده اكيد هيطلع طبيعي، هيطلع شخص سوي، هيطلع شخص بعد كده لو دخل الجيش يقدر يحافظ على بيته ويقدر يحافظ على وطنه. ما هو متربي، هو طبيعي، هو اوريدي خلاص متعود على الكلام ده، متعود. يعني ايه انتماء؟ انسان سوي في مبادئ وفي كمية اخلاق فيه، فهيقدر يحافظ على كل ده. احنا لو خدنا بالنا من الحاجات البسيطة دي، او مثلا لو يعني لو قلت لهم مثلا تحافظوا على بناتكم، يعني ايه تحافظوا على بناتكم؟ معانا استاذة آية من الاسكندرية. ازيك يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي. بعد اذنك انا فاتحه قناه على النت وممكن تشتريها لي. ربنا يخليكي، اتفضلي. اسمها سوكا. اتفضلي، اهلا بيكي استاذه ايه. ممكن بس توطي صوت التلفزيون شويه؟ ماشي. بعد اذنك انا دلوقتي اولادي ما بيحبوش يروح الحضانه ولا المدرسه، اعمل ايه مثلا عشان احببهم في الدراسة وعشان احببهم في التعليم وكده؟ هو ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، الانتماء. لازم تعلميهم يعني ايه تبقي منتمية لمدرستك، يعني ايه تبقي منتمية للحضانة بتاعتك، يعني ايه تبقي عايزة تروحي تتعلمي علشان تكتسبي خبرات يعني تفيدي بيها ناس تانية. كل ده طب هيديهم ثقة ممكن بالنفس. اسألك سؤال؟ اتفضلي. انت شكلك امور قوي، والنبي نفسي اعرف انت عندك كام سنة؟ ربنا يخليكي. انا في شهر 3 هتم ال20 ان شاء الله. ما يعني انتي احنا احلى. زمايل. ايه ده، انتي ايه بقى، عندك كام سنة؟ عندي 21. يا انتي اكبر مني بسنة. اول حلقة ليا بقى، متوترة شوية، اعذروني. لا عادي والله، بس انتي ما شاء الله أمورة كده وعسل، وان شاء الله ربنا يديم عليك يا البرنامج على حبيبتي خير. ميرسي جدا، ميرسي لذوقك قوي، الله يخليك يا رب. هتبي ميرسي. تفتحي قناتي؟ الايه، قناتي على اليوتيوب. قناتي على اليوتيوب؟ لا عندي القناة على لا، اليوتيوب. للأسف ما عنديش. طب ايه للأسف. الجدعانة بقى؟ طب معلش، يعني لو تعرفت تشرحي مثلا قنوات على اليوتيوب وازاي افتح قناة وازاي مثلا ربحها وكده، يا ريت تقولي يعني على التلفزيون. والله فكرة حلوة. تمام. يعني مثلا تقولي اليوتيوب لما تعملي لوك عجاب كده تتفرجي، يعني ده كله برضو ربح كويس، في ناس ما هيش لاقية برضو، العيشة غالية وكده. ايوه فعلا، حضرتك بتتكلمي صحيح. استاذه ايه، ايوه سامعاك. ما قلتليش بقى اولاد حضرتك اسمهم ايه وعندهم كام سنه؟ اللي هم مش عايزين يروحوا المدرسه دول، يعني هي في صغيرين اوي. حضانة المدرسة كارما، في حضانة المدرسة. كارما؟ كارما مش عايزه تروح الحضانه ليه؟ من اولها كده؟ امال لو دخلت الجامعه بقى زينا كده هتعمل ايه؟ لا ان لازم شاء الله. تشجعيها ولازم تكلميها في حكاية الانتماء، تبقى عندها انتماء للحاضنة بتاعتها، لان هي لو راحت هتكتسب خبرات وهتتعلم حاجات جديدة، ولازم يعني تشجعيها على الكلام ده كله. وانت حاولي في تتكلمي كلية ايه؟ معاها. ايه؟ الو، اتفضلي بقولك حضرتك. وحضرتك في كلية ايه؟ انا في كلية بيزنس. ما شاء الله. ربنا يخليكي، ماشي يا حبيبتي، ميرسي، ربنا بشكرك يديم عليك جدا. البرنامج ان شاء الله. يا رب. يبقى اسبوعين ولا كل يوم؟
لا ان شاء الله، يعني من فترة لفترة هتشوفوني كده، يعني مش هتقل عليكم كده اول مرة. يا نهار ابيض، ده انت منورة الشاشة والله يا ربنا حبيبتي. يخليكي، والله مش عارفة اقولك ايه، يعني كويس كده يا جماعة شجعوني كده اول حلقة ليا. انا ان بشكرك شاء الله جدا. خير. على فكرة الو، ايوه اتفضلي معاكي. على فكرة انا طباخة ماهرة جدا، يعني لو عايزين اجي اطبخ الله معاك كده في البرنامج، انا طباخة ماهرة يا جدا. سلام، دي انت حضرتك تنوري الدنيا كلها. يا ريت بقى تعملي لي دعوة. لا طبعا يعني اكيد، يعني سيبي بس رقمك كده في الكنترول وان شاء الله نتواصل مع حضرتك. ده انت ان هتيجي شاء تنوري الله. القناة طبعا. الله يخليك، ده انا منوره بيكي والله. ربنا يخليكي، مبسوطة جدا بجد بالاتصال بتاعك، وهو يا جماعة أول مكالمة هاتفية يعني. أستاذة إيه، إن شاء الله يبقى وشها حلو عليا. شكرا يا أستاذة إيه، شكرا جدا جدا يا أستاذة إيه. طبعا يا جماعة أنا يعني مش هقدر أكمل غير بدعمكم ليا، يعني أستاذة إيه بجد يعني ادتني ثقة بالنفس أوي. بتقولي منورة الكاميرا ومش عارفة إيه، حتى لو جملة بسيطة، فاللي هي يعني بجد بسطتني جدا. يعني شفتوا الكلمة حتى لو بسيطة بتعمل ايه، يعني لو الكلمة حتى لو صغيرة، يعني انتوا ما تعرفوش بتعمل ايه في اللي قدامكم. في ناس بيبقى يعني كلامها جارح، بيبقى كلامها جارح جدا وما عندهاش بقى جبر الخواطر ولا الكلام ده، لا لا ما فيش الكلام ده، لو انا ارمي الكلمة وخلاص بقى. ما اعرفش هي ممكن تعمل ايه في اللي قدامي، ممكن تأذيه ازاي، ممكن تعمل ايه في حياته، ممكن تدمرها ازاي. لا هما ما عندهمش الكلام ده، نرمي الكلمه بقى تحرق دمها، ما تحرقش دمها، ده خدها عادي. والمشكله كمان اللي هما ممكن يكونوا بيتكلموا حسن نيه، يعني هما ممكن يكونوا مش قاصدين، هما بيتكلموا خلاص، بس الكلمه لا، كلمه ممكن تدمر اللي قدامها بجد. فاللي انا بجد يا جماعه يعني بشكركم جدا، واكيد استاذه ايه يعني ان شاء الله يبقى وشها حلو عليا، يعني ان شاء الله كده اكون عند حسن ظنكم وباذن الله كده. وان شاء الله مش اول حلقه، يعني هوعدك يعني هوعدكم ان شاء الله ان هيبقى في حلقه تانية وثالثه ورابعه ان شاء الله باذن الله. فكنا بنتكلم بقى عن الانتماء، احنا كنا بنتكلم على الانتماء، واللي هو يعني زي مثلا استاذه ايه دلوقتي بتقول اولادي مش عايزين يروحوا الحضانه، اولادها مش عايزين مثلا يروحوا الحضانه او المدارس. لا احنا ده بقى اللي انا بدات فيه الحلقه في الاول، قلت لا احنا نقعد مع اولادنا، نقعد مع اولادنا ونعرفهم يعني ايه انتماء، يعني ايه انتماء، يعني ايه ازاي احب مدرستي، ازاي احب الحضانه بتاعتي، ازاي هبقى من خلال كل ده هبقى بني ادم، هبقى بني ادم ازاي، ازاي هتعلم، ازاي هكتسب لغه جديده، ازاي هكتسب صفه جديده، ثقه جديده، كل ده. ده بقى اللي انا بدات فيه الحلقه، وده اللي انا بقول الاجيال المستقبليه دي مهمه جدا، الأجيال المستقبلية دي اللي لازم نركز عليها جدا جدا. ده اللي أنا اتكلمت فيه في الأول، فعشان كده أنا موضوع الانتماء ده يعني بصراحة موضوع الانتماء كان لازم أول حلقة ليا تبقى عن موضوع الانتماء، ما كانش لازم أتكلم عن أي حاجة، لأن الانتماء ده هو كل شيء، هو الأساس، هو كل حاجة، هو اللي هيطلع أجيال نقية، أجيال سوية، أجيال تبقى فاهمة يعني ايه وطن، يعني ايه بيت، يعني ايه شارع. الشاب يبقى فاهم لا انا ما عكسش، دي ممكن تبقى اختي، دي زي اختي، ما عكسهاش، ما ضايقهاش في الشارع، ما اقولهاش كلمه وحشه. انت الكلمه الوحشه دي حتى لو نظره، بلاش كلمه، انت ما تعرفش النظره دي ممكن تعمل ايه. طب انا ليه اعمل كل ده، انا عندي اخت وعندي ام وعندي زوجه، يعني ليه؟ طب انا ممكن اختي تتعرض للموقف ده، ممكن امي تتعرض للموقف ده. هم اصلا ما بيرعوش بقى ست كبيره ولا ست صغيره، هم بيعكسوا اي حد وبيضايقوا اي حد وبيبصوا لاي حد، يعني ما تفهموش هم عايزين ايه. لا ما انت لو كان في اب في البيت، اب في البيت عارف يعلم، يبقى عارف يعلم ولاده يعني ايه، يعني ايه ثقه بالنفس، يعني ايه اللي اشوفها دي تبقى زي اختي، ما ينفعش اعاكسها، ما ينفعش اضايقها ولا حتى كلمه. بس وللأسف احنا بس هنطلع فاصل وهنرجع لكم مرة تانية، استنونا وما تروحوش في أي حتة تانية.